السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد، يا مرحبا ويا مسهلا، شكرا لكم على 800,000 مشترك. أسأل الله يا رب أنك توفقهم، يا رب أنك تدخلهم جنة عرضها كأرض السماوات والأرض، يا رب يا كريم أنك توفقهم بدراستهم. كل من اشترك 800,000 رقم والله أنه قربنا المليون، يبعد قلبي وروحي. فشيك تحت اذا انت مشترك، اشترك واعطنا من اللايك اذا عجبك المقطع. اليوم رئيس الفنة الجزء الثاني، بسم الله. ملابسي الحين يا جماعة الخير نفس العقد القديم، شوفوا في صوف بعد مغسل مع الثوب، فبنروح عند شونك. والله اني شايل هم يا جماعة، لازم اتغدى فيه قبل لا يتأشى فيني، لأنه رب الكعبة لو وافق انه بيسوي لي شيء بيهدمني، فلذلك لازم اتغدى فيه. وش الشيء ما يحبه شونك؟ الشيخ رايد يدق، تفتح ولا لا؟ في شركة وزي كذا توقيع عقد الزبدة. لازم تغدر فيه، تغدى فيك قبل لا تأشى. النان ايه ما احمد، اسمع خليني بقول لك شيء. احمد اسمع، مش خليني بقول لك شيء، خليني اتفاهم. احمد عندي عقد القديم، شوف كيف متعفط. اسمع خليني بقول لك شيء يا احمد. اول شيء إيه؟ انت تعرف انك انت اقرب واحد لي هنا، صح؟ هل تتوقع اني بقلب عليك واسوي شيء؟ المقطع الاول قلت لك ما ابغى عقود، عقد بسيط، كلام بسيط. لك شيء بعد اتحكم فيك مو 28 ساعه على ايش؟ لك امر انت تسوي انا اسوي لك. ما اقدر 24 ساعه، عندي بث انا والله. مو 24 ساعه، هذا كلام 24 ساعه. على الفكره انه بس غيرتها يعني نص ساعه. كم مره تقول لي رايد ابي؟ يقول لك لا، الحين اقول لك اي غصب. اعطيك انا امر. ايه تفضل. اللي بتسوي ترى بسوي فيك بداي وينك. ما عليك. تفضل رجع. بسم الله الرحمن الرحيم. انت صانع محتوى في الاتبور صح؟ خلاص انا وقعت. وقعت. يلا. الحين انت متصانع محتوى في الاتبور. هذا ايش؟ هدية. هذه هدية ابو مشواح، وانا كنت ابغاها في مقطعك بمناسبة 30 سنة، تستاهل. اسعدك الله. والله العظيم؟ اي والله. الله يسعدك يا احمد. شكرا. مش ماركة؟ ماركة براد، ما ادري عاد حصلتها عندي. بيض الله وجهك. والله يا اخي هذا الصديق. والله تستاهل. والله يا بيض طبعا جماعة. بلبس الان. دخلت 30 الان، بسم الله. هذا القلم حق التوقيع توقع بقلم ذا ليش؟ يا سلام. وهذه ساعه، لازم ساعه. شلون شيخ ما مع ساعه حاط لي سواره؟ انت كم عمرك؟ مراهق انت؟ لا عمري 30 احمد، ماني مراهق. بس هذه ايش اسمها؟ تفضل. مكسور المقاس كانها منحوته. احسن. كنا رولكس دي يا احمد. اي رولكس دي. والله حلوه. وهاك هذه بيض الله وجهك عشان تطلع. بيض الله وجهك عشان يصير غني. ايه خلصنا؟ اجلس اجلس. وش ما خلصنا؟ قدام نص ساعه الحين، ما مرت 3 دقائق. اجلس. والله يا احمد عجبني شعور انك تلبسني الساعه وهذا، فبيك تخدمني اكثر. يعني الكلام اللي اقوله تسمع غصبا عنك. ورب الكعبه ان ما سمعت صوتي لو اطلع بطنك هنا حشره كلب. ما ذكرك بشيء. اقص بس نص ساعه ذي ولا كلمه. ابيك الان بسم الله انك خدمتني ولبستني الساعه، ابيك تروح تسوي لي شاهي بسرعه. ورب الكعبه لو تاخر او يجيني بارد او تسوي فيه شيء، بس لا 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 لا، لبسك هذا مو لبس واحد يشتغل عندي، ابي لبسك الرسمي حق المزاد. رايد بيجي قاضي. لبسك الرسمي حق المزاد، تلبسه وتخدمني. المزاد حق اغنية مو حق اسوي شاي. اي لا بتسوي لي شاي الحين. عند رايد مشواح الشيخ اللي ما يهاب سود الليالي تشتغل له. ما تهاب سود الليالي؟ اي البس. جميل. البس البس. ابى اطلع انا والبس لي ها، بكون بغرفتي. تلبس لي لوشتك انا اعطيك كف. انا البس. يلا. بسم الله عليك، بسم الله عليك. مخيفين. يا جماعة شوف ركزوا معي، لو أعطيته شيء بسيط بيعطيني شيء قوي، لو أعطيته شيء قوي بيعطيني شيء أقوى، يعني كذا ولا كذا أنا بكلم من أحمد، فلذلك لازم تقدم فيه قبل ما يطلع شايفين. أحسنت، هلا والله. وقف كذا، يسار شوي، يسار! كذا بس، ممتاز. ايوه. والله احس بحر يا ولد احمد. ولا اقول امسك الكتاب. هف علي. احس اقدر اتكلم ولا لا؟ لا ما عندك ولا كلمه. ازعاج مالي خلق، انا ابي هدوء واستكنان. خلينا نفكر كيف يسوون الاشتراك الحين. عزيزي المشاهد لازم تشترك، الله يرضى عليك. يعني مع البراد والاجواء الحلوه اشترك.
شوف الحين شفته وقاعد يعني يهفف علي اشترك انت زتات واشترك بس. طيب ابيك يا احمد الان طيب رب المصحف اطلعها من عين احمد انا ساكت لان في بالي شيء. ايه؟ احلف بايات الله الكريمه ان اللي اقول لك اياه بتسويه. قسم بالله العظيم وبايات الله الكريمه انه اللي بتقول لي اياه ابسويه. ممتاز كمل انا معاك روح. انا ماني تبيني اضربك تبيني اضربك ولا كلمه وان ذا اقسم بالله ما يتفهم معه. لا ترددني بالكلام روح سوي لي توست وجبن بسرعه وانزل تحت سوي لي شاهي يلا يلا شاهي ها يا سكر زياده او رب المصحف لا اعلمه رب يا عيال انا بخليه لان عندي حاجه يبغى شاهي وين يجيب شاهي الله يبغى ذا الكوب ولا يسري امه في ملح جيب صوت ما ادري ما فرقت مسكين كنت ناسي تدري جيب سكر عشان اقول له والله اني حطيت سكر ببرد قلبي فيه والله ما ادري والله ما ادري والله اني ما ادري انا لا تقول لا 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 تستجوب بسرعه لا والله يا اخي والله عيب والله عيب نزلت لازم اجيكم اليوم وشوف بسرعه تستجوب بسرعه بسرعه وش تركوب ذا تعال وش الكوب ذا؟ الاكواب كلها حقت اللبن، إيه؟ جبت لك واحد جديد نظيف. كلها حقت لبن. اشرب انت. نزل الصحن واشربه بسرعه. نزله واشربه انت. يمكن تفل، يمكن تحط لي سم، اشربه. يلا. اشرب قدامي. حلو؟ وش في وجهك قلب؟ يلا سوي تست بسرعه وروح جيب حمضيات من فوق. بسرعه! ايش هذا اللي ما شربه قارن؟ جيب ملعقة خلاني خدام طيب ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة ما في مشكلة ايوه احسنت احسنت من فلوسك الجبن ليه حاط لي كذا نقطه القليل الجبن الله يديم النعمه سليمان تعال سوي لك احمد اليوم توست لانك تستاهل تفضل لا لا نظيفه نظيفه خذها معك خذها معك خذ الصحن ايوه بالعافيه بالعافيه ليه ما احبه ما مش يروح الصناعيه بكره يروح الصناعيه بكره ان شاء الله بالعافيه فهمت على احمد انت فين بسرعه ما عندي وقت بسرعه قديش ما في مشين غرفتك بسرعه ايوه كويس مش مين امشي تكون جنبي تمشي جنبي غرفتك الان وادخل على قناه اليوتيوب بسرعه ما انت ما شفت مقطع الاخير صح؟ ابيك تعطيني لايك فيه ادخل قناتي ايوه اخر مقطع لايك احسنت السلام عليكم كذا انا انتهيت يا احمد خلاص؟ ايه يلا تبي شيء؟ احلى دقيقة احمد والله شعور حلو والله اسمع احمد احمد والله انه شعور حلو يا اخي حرام انا كنت سنستاين والله يا رايد يا رايد ما تدري قديش انا بوقتي هنا اكثر لا لا احمد لا عشان لا محشور والله جنبك ابشر ابشر تربي شاي في ملح ابشر انت حاط لي ملح
الحمد لله اني ما شاء الله طلعت لي ادري انك ميت والله قايل لك احمد الامر على مقدار الاوامر اللي اعطيتك يعني مو بمره اوس رايد انت حلفت بس مو صعب طالب اللي انا ابغاه ابغى تخيت مني محتوى صح ايوه تكفى احمد شكرا يخوف احمد انت وقف لا ياكل بوجهك زي كذا ابغى اشيل الكاب حقك ايوه انا اشيله وبقناتي ماشي ما ضربي هذا امر انا عندي امر هذا امري اشيل الكاب لا لا والله طيب طقطق لا امزح امزح اشيل الكاب امزح لا والله ما اشيله انا قايل لما دخلت مليون بشيله طيب ركز معي طيب تحدي إيه؟ انا هذا تحدي حقي شلون اشيل كاب استهبل احمد قارن الاوامر اللي سويتها فيك العاديه بشيل كاب انت قلت ايش تطلب اسوي صح ايوه ابي اشيل كاب بس كاب كثير والله انا كثير لا ما بقى شيء مليون بقى شوي بس شوي ادخل مليون لا طيب اسمع خلاص نخليه تحدي اسمع خليه تحدي اذا فزت انا اشيل كاب منك الان عندي طلب وانت قلتها بلسانك ما اعطتني تحديدات طلبي اني اشيل الكاب طيب اسمع ما عندي مشكله بس بشرط لا بدون شرط شلون بدون شرط احمد انا اللي ما اعطيك الامر تشطع ايش طيب احمد خليني اقول لك شيء انا الامر اعطيتك اياه بسيط انت معطيني الكاب انت فكيت قلت يعني ترى الحين طيب وش الشرط اذا انا فزت احلق شنبك احمد طيب دقيقه بيشوفون شكلي بدون كاب رحله المليون راحت الحين يمكن ما يسوون شركات يمكن اخسر عشان ابوين لا خلك رجال قناتك قناه شونك اكس بونك العنوان وشو يا اشيل كاب رايد يا يحلقني يا يحلق شنبي والله العظيم بس احمد انا خايف كاب يروح احمد كاب شكلي ما انا مستعد املط والله اني مستعد املط انا قدام احلك شنبك قدام قدامهم وانت شيل كابي شيل كابي تمي يا تشوفون احمد بدون شنب يا تشوفوني بدون كاب قناه احمد بحقق احلام ناس والله تكفون كثيره كذا انا ليش صبرت ايه ينزل اتمنى انه ينزل والله اني نازل تم بس احمد كاب كثير ليه يا احمد؟ يمي. انا قايل لكم ان هذا خبيث واني المفروض اتغدى فيه قبل يتعشى فيني، هذا ما تعشى، هذا عزم الربع وعزم الحطان كله. كابي. ليش اتحداه انا؟ اقسم بالله انا زليت. والله انا زليت. عزيزي المشاهد ورب الكعبه انك تستمتع يا على حسي يا على حس احمد، يعني يا بتشوفون احمد بدون شنب يا بتشوفوني بدون كاب. بس بشرط والله وتالله اني انا موافق، لكن اذا جاب المقطع هذا 30,000 مشترك اقسم بالله العظيم اني اخلي بعد المقطع هذا على طول مقطع احمد. لكن اذا ما اشتركته والله ما اوافق. نشوف اللي بعده. اما الان عزيزي المشاهد مين اكثر واحد لعب بلعب؟ ابو نوح يا مرحبا، بس قبل لا نبدا بابو نوح بجهز له تجهيزات حلوه زي ما سوى فيني بسوي فيه. جيب تابوت هذا هنا؟ ايوه جيب هنا. التابوت. مشينا لابو نوح. حياك الله. حياك الله ابو نوح. وخس يا الساعه. بلوشي. احمد اعطاني هديه. صادق والله؟ عشان دخلت 30 حقت مرحبا. تكفى غاليه؟ ولد. والله العظيم؟ هم عنده. بس في شيء اهم من الساعه. تعرف اني انا وياك وشو؟ فقراء. طفراني هالاشياء ذي غاليه والله طيب شوف شوف والله انها طفراني لدرجه الرقم غيرتها عقد بسيط يا ابو نوح هذا ايش مكتوب؟ اتحكم فيك لمده 24 ساعه بس اي امر اسويه ذا اي امر انا اسوي لك لكن ابيك توقع العقد بس عشان انه انا اقول لك اشياء تسويها شفت احمد تو جاي يضحك انا قبل شوي شفت احمد متذكرك ايوه اي مظبطته والله تضبيط طيب اصبر خليني بقى سلايد رايد وشو؟ بقول لك شيء ايوه انك ضبطتني تحكم فيني وتدلعني بدلعك والله لا ادلعك اعطيك زهني ولكن في حال انك بديت تلعب بذيلك والله لا اكرهك عمرك لا ما عليك وقع طيب سلام التوقيع الحلو انخفست أص. من متى أص. اسلوبك هذا بعد التوقيع يختلف قسم بالله ولا كلمه مقالب قناه الفريق صح اصبر تونا بدينا اول شيء بسالك سؤال بدينا اي بدينا خلاص وقعت الارض انت الحين لي نص ساعه اتحكم فيك ما تقول ولا شيء لو اعطيك كف تقول سمن وطاعه تفهم ولا لا ولك وخط ولا تضحك كم صار لك مسوي رجيم؟ اي باقي بقى القادم افضل واجمل باذن الله ما راح اخاف كم صار لك مسوي رجيم؟ لي 10 ايام الحين اسبوع ونقصت كم؟ نقصت 3 إلى 4 يا ما شاء الله تبارك الله باذن الله اليوم برجعها اجلس ولا كلمه ورب الكعبه تسولف ميمه بص تعال معي تعال
مسوي رجيم صار له 10 ايام ابى اجيب له نوتيلا. اتوقع النوتيلا هذا قبل مو رمضان اللي راح اللي قبله. ملاك بس خذي هن اهم شيء الذمه والامانه. انا ما عندي رجيم اهم شيء الكريشه. لا تكفى والله بتاكل ملعقه قبل. طيب اسمعني رايد اسمعني رايد خاطري والله العظيم اسبوع احاول اخليه يشرب وجغمه من هذه. انا ما اشوف انا ما بكثر عليك اقدر اخليك تسمن 4 كيلو. طيب اسمعني لكن ابي ملعقه واحده الان تاكل قدامي تشرب صايم انا ادري وافطر على هذا ادري ادري والله. طيب مدته هذا لا 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 جديد جديد رايد ركز معي كل ركز معي كل. انت تدري النظام هذا كم ماشي عليه؟ كم؟ 10 ايام ماشي 10 ايام والله انا شايف الى متى؟ تذكر عزيز لك انا كل يوم ما شاء الله عليكم يمين بالله انك محفظ ما شاء الله يا اخي اقسم بشلون صامل انت يلا الحين ترجع بصراحه. طيب طيب وش بعد؟ افضل نوع بطاطس عندك كل ما افتح زي كذا يبي اكل منه حبه الان طبعا. احسنت فيرفل احسنت يا اخي اقسم ايه ورب الكعبه رجال كبرت بعيني. يا اخي لا تصير كذا دق دق خلنا دق دق الوقت يمشي فيه وخاف انا وخاف الحاجه صارت ملونه انت معطيني مقلوب نظفها من لسانك مو الحين خليه ياكل ملعقه الحين بيفضل انا بيك الان ابيك ابرد قلبك رب الكعبه اليوم يومك تحس الموضوع بيفرق معي؟ ايه ابى اخلي اليوم اوف اي اوف كل عطني اي اوف وانا عارف اوفاتك رز صغير شو شو وجهه شو شو اشرب اشرب خاطرك فيه اشرب ايوه ايه دليتس اللي بخاطرك فيه نفس كله قدامي والحقه بجنبه وخلاص لا 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 تاكل حبه كبيره حبيبي قلت لي حبه لا حبه كبيره صارت حبتين حبه صح؟ لا لا كامله كلها كلها شو شو والله العظيم انه مره مره مستانس انا بخاطره من زمان الحقه بجغمه وكذا نكون خلصنا لا 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 ما خلصت الوقت طيب اخرين اطفال هذا وقف 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 سيرتك هذا لازم اوقع عليه هنا هذا شرف كبير لك اني اوقع عليه تعال بسم الله ما يروح ما له عادي ار اي 2 يلا في شيء في مفاجأة مغيمة لا لا تكفى والله العظيم تعال فيرف بقول لك شيء تعال تعال معي تعال خليك واقف هنا صهيب خليك داخل خليك هنا ولا تتحرك صهيب تعالوا لك اجتماع طارئ بسرعة صهيب ولك شو ولك تعال تعال طيب اسمعوا يا تذكرون مقطع لقناة الفريق وش سوى فينا؟ دخلنا تابوت اي ايوه يا سلام عليك ابو نوح تعال تعال بسرعه لو سمحت بسرعه بيك عندي لك مفاجاه بتعجبك باذن الله تفضل سؤال سؤال رايد رايد جاهز تشوف ولا مو جاهز؟ كم واحده لا قبل كل كلمه وش 3 2 1 شوف اللي قدامك وشو لا 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 والله العظيم اتحكم فيك ولا كلمه لا 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 غصب معليش حنا الثلاثة غسلت شراعنا حطيت لي فحم سلايم موية وسخة طين زبالة طين وموية وصابون الآن تدخل هنا اسمعني رايد الآن تدخل هنا قلت كان وياك ايه؟ بسيط اي بسيط بسيط هذاك أول تدخلني هنا ايه خربت الدايت حقي رايد 10 أيام وأطقع من كذا بعد بسيط. يلا يلا برحب فيك نعم. أشمد طيب أنا كنت جايب لك مخدة صح؟ مخدة أبشر جيب لنا مخدة جيب هذا غطا حق تابوت وين؟ خذ مخدة جيب جيب عادي 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 انت هذا وهذا ايش دخل اول شيء عادي عادي لا ايش تبي انا اتحكم فيه ليه تسوي مساك لا بدي انام بدي لا 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 ترى اخيه اي لازم يرخي اول شيء ما تسولف معي وانت واقف تسولف معي وانت منسدح يلا انسدح يلا 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 انت وقعت وقع والله العظيم انا ما اقدر اصبر انا يا عيال انا جايبكم الان تاخذون حقكم منه قهرك يوم يحط صابون بعيونك تسوي اللي تبيه هنا صابون وماي بدي صابون بدر يلا يلا, يلا بدر سكروا اجلس نزل انسدح اي بسم الله ايوه ايوه, أيوة. وين ذيك الدائريه؟ كيف حالك؟ ام الخرشه خليك جوا تكفى اقلع ام الضيقه اقلع ام الضيقه ها؟ خذ حق خذ راحتك والله بس انا ودي بمصورة طويله هذا من الزباله ايوه خلى الريحه لا لا تكفى معلم 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 يلا 3 2 1 ايش وسخك يلا خذ راحتكم عيال وسخوا يا عيال زباله دقيقه 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 في عش مهجور والله انه عش مهجور وايد بص
ايوه لا تسولف معي. لا عطى شوي كذا عشان يلين شوي بس. غمد عيونك، سكرت امك، وخذ نفس عميق 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 عميق. بس 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 انا بدي لطفك. خلاص حسيت هنا، حسيت فينا يوم تكتمنا بالظلمه، كان في عمود هنا. احمد ربك انه موجود. تفهم ولا ما تفهم؟ انا اتحكم فيك. شوف انا نظفتك، انا نظفتك. لا لا تقوم، خليك جالس، خليك جالس، سوي لي مساج انت. ما سامر ايش ما كان. طيب ابو ناح، هذا شيء بسيط عشان تحس فينا، وانت اللي تسوي فينا بقناه الفريق. هذا شيء بسيط والله يا ابو ناح، لكن الاشياء هذه انت تسوي فيها، تسويها فيني دايم بقناه الفريق، ولا ازعلك يا ابو ناح. فعشان كذا بيك تحس فينا، وراح تزعل علينا، وراح تعطيني عقاب اقل من كذا. زين سلم علي، خلص الوقت الحين، تقدر تاخذ راحتك. بس ابو نوح اسمع، ابو نوح هذه الاشياء انا اسويها بقناه الفريق، ما اسوي لك شيء. ربي دوري، ما اسوي لك شيء. ربي دوري، وربي دوري. اسمعني، ركز معي. لا لا ركز لا. معي، ركز معي. انت حسستني بشيء اللي انا حسيته. ايه يا جماعه موجودين انتم. وش الصف؟ صف باذن واحد احد. ايه عيالك. ايه بيتذكرونه. ايه عمانك. ايه عيال عمك، عيال خوالك. وش بيشوفونه؟ وش بنصف؟ وابغاك ايوه ترقص رقصة الباليه باحتراف. تعقب والله ان ترقص. تعقب ورب الكعبة ان ترقص. لا 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 والله لا لا لا. ان ترقص يا رب. لا ابو نوح وش ذا؟ واحد يشيل كعبة والثاني يرقص. والله ان ترقص باليه، ترقص باحتراف. انا رقصت رقصة خفيف، انت بيك باحتراف. ابغى لقطات تيك توك، ابغى كل ابغى ابغى شو ترضى الناس تقطع لي بالتيك توك؟ ايه رب الكعبة. ايه والله العظيم اني راضي. لا 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 ابو نوح. طيب غير غير خيار ثاني، خيار ثاني، عقاب ثاني. والله ما يتغير، رب الكعبة ما يتغير يا رايد. والله انت سلامات. والله انت ترقص. طيب ايش ما ابغاك ترقص؟ رايد ابو نوح قناتي هذه ترى مو قناة فريق تسوي زي كذا. بسرعة بسرعة رايد، نبغى فرش احمر. لا فرش فرش. ايش رايك البس باروكة؟ محتاج فرش. والله يا جماعة الخير انا جالس اتعاقب، صدق اني اعاقب بس جالس اتعاقب كله عشانكم يا جماعة الخير، فاشترك. الله يرضى عليك. الاشتراك هذا سبب استمراريتي قسما بالله. ابعد ابعد. اي بيشترك، وش بيشتركون ان شاء الله؟ هذا الفرس الاحمر. والله اذا تزوجت جبت عيالي، عيالي والله انا متعاقب الحين، والله انه مو. يلا 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 يلا. اذا ما عجبتني بعيد. تعيدي لما تزبطها. ايوه لما تزبطها لازم ترضي الجمهور. يلا تفضل. ايوه هنا 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 هنا. يا سلام عجبني. بس ويلكم في تيك توك. اصبر ويلكم. شوف كيف حالك. بيني بيني مقطع كذا يا الربع، اسرع على ما واجهته. لا تنسى اللايك واشتراك.